أربعة أيام على فجر الجرود، والمساحة التي حررها الجيش وصلت إلى 100 كيلومتر مربع، ولم يتبقى أمام القوات المهاجمة سوى 20 كيلومترا في وادي مرطبية لتكون قد أنهت مهماتها بتحرير الجرود اللبنانية كاملة من تنظيم داعش. الحدود اللبنانية والسورية اللي شايفينها آخر شيء على الشمال من هالخريطة هي بعد عملياتنا كانت اليوم، وهذه كل المنطقة استعادة أو وفات الجيش على جميع المراكز الإرهابية داعش داخل هالمنطقة هاي وطردهم منها. تمكنت في نهاية هذا النهار من تحقيق هدفها وهو إحكام السيطرة على كامل البقعة الشمالية لجبهة القتال حتى الحدود اللبنانية السورية، كما تم تدمير جميع مراكز الإرهابيين وتحصيناتهم وأسلحتهم في هذه البقعة والقضاء على أعداد كبيرة منهم فيما لا زال الباقون بالفرار إلى خارج المنطقة هاي. بالإنجازات الميدانية دمرنا 9 مراكز لإرهابيين بهالمنطقة تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. سقطنا شهيد وأربع جرحى نتيجة انفجار نصفية مفخخة بآلية عسكرية. نحن لغاية التاريخ وبالأعمال التالية بعد ما عنا ولا أي موقوف أو أي شيء موقوف من مجموعات داعش الإرهابية. مدير التوجيه أكد أن عملية فجر الجرود حققت هدفها وتمكنت من إحكام السيطرة على البقعة الشمالية كلها حتى الحدود اللبنانية السورية. كان أعمال هندسية كتير كبيرة اليوم لإزالة المفخخات وفتح المسالك وشق الطرقات للسماح لقواتنا بالتقدم باتجاه مراكز إرهابية داعش. من أول نهار أن نوصل حتى الحدود اللبنانية السورية تبعاً للخرائط موجودة عنا ونتوقف هنا. قيادة الجيش أعلنت أن قتال اليوم الرابع كان عنيفاً لا سيما في منطقات الكف. ولا بأي لحظة من اللحظات نسي موضوع العسكريين المخطوفين ولا بأي لحظة، وهذا الهاجس الرئيسي تبعنا. واستخلص المعركة إذا ما بين معنا شيء لا كل حادث حديث. هلأ خلينا نخلص المعركة. بس الهاجس الكبير والأساسي طبعاً هو العسكريين المخطوفين. نهار قتالي طويل وصعب ضد أفراد داعش الإرهابي ومنظمة داعش الإرهابية. سلاح الجو، الرميات الأرضية أثناء الأعمال الهجومية، استهداف مجموعات داعش الإرهابي، هون عم بينقلوا القتل تبعهم نتيجة القصف واستهدافهم بالرمية المدفعية والطيران. في قتال عنيف بينهم وبينهم على الكاف، منطقة الكاف، وانسحبوا نتيجة الرمية الجوية وانقتل قسم منهم. بس نحن رح قلكم شغلة، نحن الجثث اللي عم نحصل عليها ما رح نعرضها ولا رح نوزعها. أول شيء نعملها بقوانين حقوق الإنسان. وأكد العميد قنصو أن المواقف الدولية مرحبة بما يقوم به الجيش من محاربة للإرهاب لا سيما تنظيم داعش، وأن هناك تأييدا ومساندة دولية للجيش في هذه العملية.